في فسحة مورقة من الزمان كان هناك نور وطيب يكلل المكان، فيض من النور قد أقبل وكأنه سر قد تحضر له الكون منذ الأزل، البشارة التي جاء عيسى نبي الله عليه السلام بها وسمى بها كتابه الإنجيل. فالإنجيل يعني البشارة، أي بشارة تلك؟ بشارة قدوم النبي أحمد. أقبلت الرحمة وتزينت كشجرة من الياسمين الأبيض عبقت بها الدنيا كلها، واحتفلت كل ملائكة السماء بمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم قمر الهداية. ولد يتيما ولكنه أنار الوجود بطلعته البهية وتوالت البشائر. لفه جده عبد المطلب وطاف به الكعبة ونادى سموه محمد، وكأنما طافت العالم نسمة رقيقة عطرة ندية فسرت بهجة الروح في أوصال هذا الكون. يتيم كفل العالم، كان يعيش بروحه السمحة رسالته الرائعة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرحمة بقوانين السماء تسبق كل شيء وهي مرساة الوجود. يتيم كفل العالم، ومع كل شرور النفوس من حوله لم يرضى بقصاصهم، انبثق كالنور ينشر الرحمة ليضم كل العالم تحت جناح الروح القدس جبريل عليه السلام، ولم يرضى بقصاصهم. عرفه العالم منذ الأزل وذكرته كل كتب السماء بأنه الصادق الأمين، وكان فارساً نسيباً نبيلاً يمتلئ رجولة وأدباً صلى الله عليه وسلم. دمث الطباع، لين المعشر صبيح الوجه، أثنى عليه رب الأرباب وإنك لعلى خلق عظيم. وخصه بذكر وتراتيل السماء قبل ذكره في الأرض ليكون ذكره فيها هو أهالي السماء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. دعوتنا أيها الحبيب لأسمى حياة، ونقلتنا من دينونة هذه الدنيا لملكوت السماء، فعلمتنا كيف نكون أكمل الناس إيمانا. فميزان العدل القائم بالسماء يزن مثقال حبة من خردل وأقل بكثير. حسن الخلق يثقل هذا الميزان، يثقله وكأنه هو قسطاس العدل بالأرض. ألم تخبرنا بأنه ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وأن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار؟ محمد ابن عبد الله،
علم العالم علم السماء فقدم المعرفة على العقيدة، وبسط كفيه ليعلم كل الكائنات فعلمنا بأن العلم قبل العمل صلى الله عليه وسلم. تعلم لتعقل أنه لا إله إلا الله فيطمئن قلبك. وطن صلى الله عليه وسلم مراتب الريادة رحمة فعلما فعقيدة. محمد صلى الله عليه وسلم أمير الأنبياء، كلهم عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته علموا الناس الخير، وجئت أنت متمما للمكارم كلها. سقيت هذه المكارم ورويتها لتمتد في الأرض وتعلو في السماء، سقيتها شجرة طيبة تنفع الناس وتؤنس ملائكة السماء. من فيض حنانك أيها الحبيب تعلمنا أن الخير في النفع والحب وحسن الخلق، وأن البسمة الرقيقة إنما هي شعار الصدقة، وأن الكلام الذي يؤلف القلوب صدقة، وأن السلام لن يحكم العالم إلا إذا شاعت بيننا بوادر الحب والمودة بإفشاء السلام وتأليف القلوب بكرم الهدية. فالهدية هي كرم خاص يحبه الجميل الكريم جل في علاه. بدلت هذا الواقع الثقيل بآخر أنيس خفيف، فواقع الدنيا يثقل كواهل الناس ويقذف بداخلهم دوافع الشر دون وعي منهم، فلفت قلوبنا المتعبة بأن لا تغضب، فالغضب حريق يأكل كل خضرة القلب، فذو الحاشية الرقيقة الطيبة لا يحسد ولا ينازع ولا يقطع، ويصل محسنا كل من جافاه يتعبد بذلك ربه. فالقلب الملتهب بصراع الدنيا لن يلامس السماء، لا ولن يصل لخالقه أبدا. وإياك أن تصغي لحديث نفسك، فهذه النفس تجمح بنا دوما للتحرر من قيود قلبنا العاقل. ذاك الذي يهزم نفسه أعظم من الذي يفتح مدينة، فجهاد النفس سر احترامك لذاتك وبقائك الأفضل. وليكن لك معينا وخليلا طيب المعشر، فأنت على دين خليلك والصاحب ساحب. صاحبي هو معيار صلاحي وهو رفيق الدرب، فتارة يكون مظلوما فأنصره، وتارة يكون ظالما فأنصحه وأقيل عثرته. وفتحت لنا بابا للسماء موصولا بالبر وأوصيتنا به، فالرحم معلق بعرش الرحمن، وكيف لهذا الكون أن يعمر ويكبر إلا بالتراحم؟ أهل بيتي ورحمي هم مداد رزقي وعمري، وذاك الذي يقطن جنبي يقاسمني المكان ويجاورني عيشي، كيف لي أن أحسن لأهل بيتي ولا أحسن له؟ فهو قرة عين أمني وسكني، أقاسمه معاشي وفرحتي برزقي، حتى تتعاهدني الملائكة وأكتب من المؤمنين. أي نبوة شريفة هذه التي توصينا حتى بالطريق وأهله؟ هذا الطريق هو طريق للخير أيضا، فلا نجلس في الطرقات إلا لحاجة لا تمنعنا حقها. نسلم على أهل الطريق ونرد السلام، ونرفع الأذى عن أهل الطريق، نزدي النصيحة، نستر ونغض الطرف عن عورات الناس، نتجاوز ونيسر الأمور كلها دون عسر أو ضيق أفق.
وحتى باقي الكائنات من حولنا نتعاهدها بالرحمة لتحل علينا رحمات السماء. نترفق بهذه الأرواح ولا نحملها فوق طاقتها، سائلين الله بهذه الرحمة العفو والأجر. من أنوار هديك أيها الحبيب يستنير العالم وتستمر الحياة. في علوم الحداثة تحسسوا علما جديدا فقالوا عنه علم الاستدامة، وجعلوا يرسون قواعده في دولهم المتقدمة ويعلمون الناس كيف يكون. وأنت قبل هذا بكثير علمتنا هديا يلخص ما أنفق عليه الآن الغالي والرخيص. علمتنا أن نحفظ الخير ونغرسه وأن لا شيء يضيع أبدا مهما حدث ويحدث. ولو تكالبت هذه الدنيا فوق رؤوسنا فالخير يجب أن يصنع. فلا نقول ماذا يفعل كفي وحده وسط هذه المعمعة القائمة ويدا واحدة لا تصفق. كلا، لا تقل ذلك. قلت لنا أن هذه الأرض لها أهلها يغرسونها ويعمرونها مهما كانت الظروف. في 8 كلمات أرسيت هذا العلم وأوجزته: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. فيا لروعة أدبك وعلمك يا نبي الأميين. وطويت هذا العالم الكبير في جرم صغير، في وصية لابن آدم لتعلمه أنه أساس هذه العلوم كلها. وقلت له: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فعلمته أن يكون سيد نفسه وأن يحفظ نفسه ليحفظ كل شيء من حوله. حبيبي يا رسول الله، قد أجزلت لنا العطاء، فأي شرف هذا قد منحنا إياه الله بأن تكون نبينا وسيدنا ومعلمنا. له الحمد حمدا كثيرا طيبا وافرا مباركا فيه، ولك الصلاة منا، صلاة تكشف هم كل منا، صلاة رحمة لأمتك ولكل هذه الإنسانية. فصلى الله عليك وسلم وبارك يا خير الورى.